مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ديوان الصحافة، اللي راح نأخذكم بإذن الله تعالى مشاهدينا الكرام بجولة بأهم وأبرز أخبار جريدنا وصحفنا المحلية. اليوم مشاهدينا الكرام، صحفنا المحلية الصادرة ليوم الأربعاء طلعتنا بالعديد من الأخبار المتنوعة، وإن كان لا زال التركيز يعني مثل الأيام الماضية حول موضوع الانتخابات المقبلة وتعديل الدوائر ودور الأغلبية ورفضها لهذا التعديل. اليوم كذلك يعني هناك أكثر من صحيفة ركزت على موضوع التعديل، وأن هناك فعلا جدية حكومية، وأن مجلس الوزراء ناقش ودرس هذا الأمر، وأن هناك تقارير حول هذا الموضوع ودراسة قانونية. أكثر من صحيفة اليوم تؤكد، الأنباء، القبس، الراي، يعني تقريبا صحفنا المحلية كلها تقريبا يعني عناوينها وأخبارها تتعلق بأن هناك فعلا دراسة، وأن هناك توجه لتعديل نظام الانتخابات سواء بالعشر دوائر أو حتى موضوع الخمس دوائر مع تعديل الآلية من صوتين أو صوت واحد. وبالتالي واضح ومثل الأيام الماضية واليوم كذلك هناك تأكيد بأن هناك فعلا جدية تامة في هذا الموضوع. إذا موضوع تعديل الدوائر لا زال هو الحدث الأبرز والأهم في صحفنا المحلية، والأخبار وإن كانت يعني متنوعة مختلفة لكن محتواها العام كلها متعلق بأن هناك فعلا توجه لتعديل الدوائر، وإن كان طبعا في اختلاف بالتفاصيل حول هذا الموضوع. هناك طبعا أخبار أخرى كذلك اهتمت بها صحفنا المحلية ما يتعلق ب تدشين ديوانيات الاثنين لكتلة الأغلبية وردود الفعل المناهضة للاجتماع أو الاجتماع اللي تم في ديوان النائب السابق أسامة مناور، هذا اليوم كذلك اهتمت به صحفنا المحلية الصادرة ليوم الأربعاء. هناك طبعا كذلك العديد من الأخبار المتنوعة والمتفاوتة، ويمكن من ضمن الأخبار وبعض المنشيتات الموجودة في بعض صحفنا وليس الكل ما ذكرته اليوم جريدة الوطن بأن العراق سلم الكويت ملفات ل 42 ألف من البدون ينتمون إلى الجنسية العراقية، ورح نشوفها بعد قليل ونشوف تفاصيله. يمكن الوطن اليوم تنفرد بهذا الخبر بأن العراق تعاون مع الكويت وسلم اللجنة المركزية 42 ألف وثيقة لفئات طبعا من البدون كما تقول جريدة الوطن. إذن أخبارنا اليوم مشاهدي الكرام فيها جانب برلماني، فيها جانب انتخابي، فيها جانب حكومي، فيها جانب يتعلق في موضوع البدون. هناك يعني اليوم يبدو أن توليفة مشكلة من صحفنا المحلية من الأخبار المتنوعة من صحيفة إلى صحيفة أخرى، لذلك يعني هذا باختصار مشاهدي الكرام، لذلك لابد أن نذهب إلى جرائدنا ونشوف جريدة جريدة ونشوف تفاصيل أخبار صحفنا المحلية، ونأخذكم بجولتنا المعتادة في صحفنا المحلية، ونبدأ كالعادة بصحيفة الشاهد ليوم الأربعاء. الشاهد اليوم مشاهدي الكرام تقول بأن هناك صراع بدأ مبكرا منذ الآن للمجلس القادم بين الرئيسين أو المتنافسين على رئاسة مجلس الأمة أحمد السعدون ومحمد الصقر، هذا هو الخبر الرئيسي لجريدة الشاهد. صراع الرئاسة بدأ مبكرا، والصقر يخطط الحصول على 33 صوتا على اعتبار أن من يحصل هذا الرقم يكون يعني يضمن ضمان تام النجاح والفوز بكرسي رئاسة مجلس الأمة. لحد الآن ما بدأت الانتخابات والصراع بدأ مبكرا يبدو لرئاسة مجلس الأمة للمجلس المقبل. نشوف بقية عناوين الشاهد ليوم الأربعاء. 15 من الحكومة و14 من الأقلية و4 من الدائرتين الرابعة والخامسة. صراع الرئاسة بدأ مبكرا والصقر يخطط الحصول على 33 صوتا. النواب والمرشحون حائرون، هل يكونون مستقلين أو تابعين للصقر أو خاضعين للسعدون، ولكل موقف ثمنه ونتائجه. عنوان آخر، مواطن هاجم نواب الأغلبية في ديوان المناور، عندكم شيء جديد غير اللي قلتوه؟ الجاسم منتقدا، هذه رسالة الجمهور ولن تعودوا إلى مقاعدكم. سالم الصباح وزير المالية والمضاحك للشؤون والمحلل معصومة، الحكومة تعلن الأحد المقبل. الحربش الأغلبية بلا مشروع إصلاحي. البراك يعترف هناك خلل في البنية السياسية لكتلة الأغلبية. الدويلة مشروع المقاطع يصحح أخطاء النظام الانتخابي. جواسيس المجلس يشربون للأغلبية الوثائق السرية، خطة لإبعاد كل المحسوبين على الأخرافي. الخنة بيان الأغلبية لا يستحق القراءة، والنواب تاهوا خلف الجهال والسفهاء، ضيعوا الفرصة لأنهم اتفقوا على مصالحهم. حدث خائفة من تغيير الدوائر، عدت دراسة دقيقة للانتخابات المقبلة.
تحديات جديدة أمام الأغلبية تنذر بفشلها في الانتخابات، أهمها ملف الفساد واختلاف التكوينات القبلية وغياب الشعارات الكبيرة. هذه مشاهدينا كانت عناوين جريدة الشاهد. نذهب مشاهدينا إلى جريدة أخرى من جرائدنا المحلية وننتقل إلى جريدة النهار، والنهار اليوم عنوان الرئيسي ركزت على طبعا اجتماع كتلة الأغلبية في ديوان المناور. حضور ندوة المناور انسحبوا احتجاجا، كافي عندكم شيء جديد غير اللي قلتوه؟ هذا عنوان جريدة النهار. نشوف بقية الأخبار. تشقق في جدار كتلة الأكثرية ومطالبة الشعبية بالابتعاد عن الخطاب الانتخابي. محمد الجاسم خطاب الأغلبية كارثة سياسية بكل المقاييس ولتعلن نهايتها. البراك يتعهد بإعداد برنامج سياسي محدد ملزم للجميع المنضوين تحت لواء الكتلة. تحليل إخباري الأغلبية تخبط أم تصدع. عنوان آخر أخبار سارة للبدون قريبا. دعوة غير محدد الجنسية للتهدئة وطاعة ولي الأمر. تجديد حبس 11 من البدون تظاهروا في تيماء. الكويت تشتري أسلحة أمريكية ب 51 مليار دولار. الصفقة تشمل أنظمة صواريخ ومقصورات طائرات وقطع غيار ومعدات تدريب. ديوان الخدمة يكشف تجاوزات في المواصلات، والإبراهيم أحال موظفين في الكهرباء للتحقيق لتناولهم الفطور أثناء العمل. مشروع وطني كبير يصحح أخطاء النظام الانتخابي. والتربية 70 صالة رياضية مفتوحة للمواطنين. الاستعانة بشركات طيران خليجية لاحتواء أزمة الكويتية. هذا مشاهدينا كانت عناوين جريدة النهار. طبعا مشاهدي الكرام شفتوا الخبر اليوم موجود في جريدة النهار حول إحالة وزير البلدية ووزير الكهرباء لعدد الموظفين بسبب تناول من الفطور أثناء الدوام. يعني أتمنى أن لا نركز على القشور والأمور البسيطة جدا، ما جميع موظفين الدولة أساسا يعني يتناولون الفطار ويمكن حتى الغداء في العمل، وهذا شيء موجود في جميع وزارات الدولة. أعتقد على الوزير أن يركز على محاربة الفساد أولى وأجدى من محاسبة يعني موظفين تناول الفطور، وبالتالي تصدر هذا الخبر صفحات صحفنا المحلية حتى يكون يعني تلميع للوزير. أتمنى أن لا يكون قصد الوزير هذا، لكن واضح مشاهدينا الكرام موضوع تافه جدا وبسيط جدا، لا يحتاج أن وزير يحيل موظفين إلى التحقيق لأنهم تناولوا وجبة الأفطار في أثناء العمل. هذا شيء يعني موجود في جميع دول العالم، موجود في الكويت وجميع الوزارات وحتى القطاع الخاص، الكل يعني هناك فترات محددة لتناول وجبة الأفطار، وبالتالي ليس هي القضية الكبيرة التي يخرج لنا وزير البلدية والكهرباء حتى يقول بأني طبقت القانون. أتمنى أن تطبق القانون على الفساد الموجود في الكهرباء والفساد الموجود في البلدية، وليس على موضوع إحالة موظفين لأنهم تناولوا وجبة الأفطار وكأنهم يعني تعاطوا المخدرات داخل يعني فترات العمل. استغرب من هذا الخبر الغريب جدا، واتمنى ان يركز الوزير على الامور الاهم والاعظم من هذا الموضوع حتى لا ينشر ويكون بهذه الطريقه في صحفنا المحليه. عموما خلينا ننتقل لجريده اخرى مشاهدينا الكرام، هذا بس من باب يعني التعليق على بعض الاخبار اللي نوعا ما غريبه جدا واستغربها انها يعني توجد في صحفنا المحليه. موظفين تناول الفطور والوزير احال التحقيق. يا اخي احل الناس المتجاوزين، احل الفساد، تابع المواضيع المهمه جدا بالنسبه لوزاره الكهرباء والبلديه اللي فيها الفساد كما قال عنه سمو الامير لا تحمله البعارين، فما بالك في موظفين تناول الفطور. اعتقد هذا الموضوع ما اعتقد انه موفق الوزير اللي ركز عليه بهذه الطريقه. عموما ننتقل الى جريده اخرى وجريده عالم اليوم ركزت كذلك على موضوع تصريحات النائب مسلم البراك، وطبعا تصريحات مسلم البراك ردا على يبدو الانتقادات الكبيرة التي وجهت إلى كتلة الأغلبية من المجاميع الشبابية بأن لا يوجد هناك أي شيء جديد في اجتماعهم وندوتهم في ديوان سام المناور. ولذلك كان هذا التصريح للنائب مسلم البراك ليحاول يعني تهدئة المجاميع الشبابية. البراك برنامج إصلاح يبدأ بالإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة. هذه تصريحات النائب مسلم البراك وإن كان الأغلبية منقسمين حول هذا الموضوع. نشوف بقية عناوين جريدة عالم اليوم. الأغلبية تعديل الدوائر بالون لإشغال الكتلة عن التعديلات الدستورية. السلطان نجاح الحراك الشعبي يتطلب توحد القوى الوطنية.
المسلم لجنة تنفيذية لنقل المطالب التشريعية لسمو الأمير والحربش استرضاء جميع النواب خطاب انتخابي وليس مشروعا إصلاحيا. البرغش تزوير لإرادة الأمة. الدمخي محاولة تشتيت الأفكار الإصلاحية. والعميري الحكومة ستلجأ للضغط الدلالة التصعيد الشعبي خيار الأغلبية. خلافات داخل الأغلبية حول التعديلات الدستورية. المجموعات الشبابية طالبتها برفع سقف المطالب وتوحيد الخطاب السياسي. الشعبي والتنمية وحدث يطالبون بالإصلاح السياسي الكامل، والسلفي والعدالة ومستقلون يتبنون التدرج ولا يمانعون من تعديل الدوائر. تعطل 17 جهة لتوقف نظام الميكنة. الميكنة مستمرون في الإضراب لحين دفع مستحقاتنا. والشريدة لعالم اليوم قطع الإعانة عن مسرح الخاص الشهر المقبل. محامون يعتصمون أمام المحكمة احتجاجا على ضرب الفضل اليوم. الجدع المواطنون والمحامون خط أحمر. الهذال البدون. الأمير وعد بحل قضيتكم وعودة أبناء الشهيد العنزي. طمأنهم وطالبهم بالتهدئة كي لا يضروا بقضيتهم. نقابة البنوك يجب اعتماد الأثر الرجعي لزيادة القطاع الخاص. هذه مشاهدينا كانت عناوين جريدة عالم اليوم، وشفنا منشطة الرئيسي يتعلق على تصريحات النائب مسلم البراك اللي حاول أن يهدي من الانتقادات التي وجهت من المجاميع الشبابية تجاه كتلة الأغلبية، خصوصا أن اجتماعهم في ديوان المناور لم يأتي بشيء جديد، وهناك الكثير من انسحب من هذا الاجتماع من طبعا الشباب المتحمسين والمؤيدين لما يسمى بالمطالبات الإصلاحية. ننتقل إلى الصباح، والصباح اليوم تقول التيار الثالث طريقنا لتجاوز الأزمة السياسية، وتقصد يعني التيار الوسط بين المعارضين والموالين كما تقول جريدة الصباح. مصادر برلمانية وقانونية دعت لتشكيله فورا من غير النواب أو المسؤولين الحكوميين. الاحتقان الشديد سيتواصل ما لم تكن هناك مشاركة فاعلة من الأكاديميين وأعضاء منظمات المجتمع المدني المستقلين. عنوان آخر، التجارة تفعيل الضبطية القضائية استعدادا لرمضان. تحذير نيابي من استمرار التطاول على الدستور. نواب في أغلبية 2012 يواصلون التصعيد المفتعل وتهيج الشارع لفرض أجندتهم. ليبيا البلدية 2098 مخالفة وإغلاق 25 محل في مايو. والشؤون 940 مستفيدا من خدمات رعاية المعاقين. والأوقاف تجهيز 163 مسجدا و93 خيمة استعدادا لرمضان. هذه مشاهدينا كانت عناوين جريدة الصباح. طبعا مشاهدينا الكرام، يمكن من الأمور الطريفة جدا في برنامجنا برنامج ديوان الصحافة للسنة تقريبا الثالثة على التوالي في كل سنة، وأنا أركز قبل رمضان وأقول لكم بأن دائما قبل رمضان ما نشوف طبعا تصريحات وزارة التجارة بأنها ستشدد بالرقابة على ضبط الأسعار، وهذا دائما الفاكس مشاهدي الكرام موجود لدى الوزارة. يبدو أن الوزارة يعني سنة كاملة لا تعمل، وعند قبل رمضان تقريبا بعشرة أيام يدزون الفاكس إلى صحفنا المحلية بأن الوزارة راح تراقب طبعا الأسعار وارتفاع الأسعار وستتشدد في هذا الجانب، وكل رمضان بهذا الشكل وترتفع الأسعار ولا يوجد أي رقيب. ودائما وأكثر يمكن للسنة الثالثة أو يمكن السنة الرابعة، وأنا من خلال هذا البرنامج حتى لو رجعوا مشاهدين الكرام إلى الحلقات التي فعلا سبقت رمضان الماضي ورمضان لقبل الماضي وقبل قبل الماضي، كنت دائما ما أقول هذا الأمر وأستشهد بأن كل سنة وزارة التجارة تقول نحن سنردع من يرفع الأسعار، سنتشدد برقابة الأسعار قبل رمضان، وهو مجرد فقط مشاهدي الكرام فاكس مكتوب ويرسل للصحف المحلية وينشر، وكفى الله المؤمنين شر القتال. وهذه هي سياسة للأسف وزارة التجارة، لا نرى شيئا، مجرد بعض المراقبين يذهبون ويتصلون على صحفنا المحلية ويطالبون بمصورين وبعض المحررين.